مشاهدينا بحييكم وين ما كنتوا اليوم عم بتابعوا الحل عنا عبر الام تي في. مع اليوم دخلنا طبعا اسبوع الفصح مع خميس الغسل يلي اليوم قلنا طبعا نشهد بكنايس اللي بتتبع التقويم الغربي رتبة الغسل لما المسيح غسل أرجل التلاميذ دلالة على التواضع. واليوم منزور سبع كنائس سبع تأملات بتمنى كل هالصلوات ترتفع من أجل السلام في لبنان وفي العالم. معلومة مركز التحكم المروري رصد مخالفات على بعض التقاطعات ضمن نطاق طبعاً بيروت الإدارية. نحن رح نشوف سوا وين هي وبتمنى أنه على المعنيين ياخدوها بعين الاعتبار حتى نعالجها. الالتزام بالقانون وتوخي الحذر هن أكثر شيء مطلوبين اليوم، وبالتالي منصير نقول لا يعنا حوادث كثيرة ولا يعنا جرحى، لا يعنا دايما لا سمح الله نحن ما بنتمناها ولكن عم بيكون في قتلى بثواني، فبثواني منخلص حياة وبثواني منخرب حياة ومندمرها. فكتير أنا بدي أشكر طبعا هيئة التحكم المروري هيئة السير يلي زودتنا، يعني أنا بشكرهم حتى نمرقها وحتى الناس تشوف هالأخطاء هيدي وحتى نعرف إنه الإنسان مريت في قانون في إشارة ولكن نحن ما عم نلتزم فيها. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 بأخذ أول اتصال. ألو جبت 50 دقيقة. ألو شفت كل الناس. ألو ألو مرحبا. مرحبا بدي احكي مع ست ربيكا. ايه تفضل حضرتك. نعم ست ربيكا انا حكيك من زمان اذا بتتذكري او ذكرتك بتصحى فيك في الاحوال الشخصيه. نعم المكنني. ايه المكنني بعد ما حل قال عملوا القانون وعملوا مرسوم ومدوا وكذا دق الماي ماي دق الماي ماي، يعني اذا طلع القانون بعده محله ما تنفذ صار لهم 10 سنين بحكي انا بالموضوع ده الماي ماي. هلأ موضوع المكننين وعدنا فيه، انت بتعرف وعدنا فيه من عدة سنوات مش جديد انه يكون في مكنني، بس بدلك شغلي الأحوال الشخصية اليوم كمان بفتكر مشروع المكنني ان شاء الله يكون على نار حامية مع الوزيرة ريا الحسن، ولكن اليوم كمان الأحوال الشخصية عم ترجع ترتب بعض دوائر النفوس يلي كانت الحقيقة كتير متشعبة فيها كتير أخطاء متداخلة ناس مدت إيد عليها بالحرب، يعني ما تفتكرها شغلة هينة هيك بسهولة. لما بتتنظف كلها بتصور بيصير عنا مكننة وداتا جديدة. هلأ أنا إذا بتحب بسأل إذا المكننة قريبة ما عادت وعد
أو ما رح تبقى وعد وبعطيك جواب. حقك تسأل وكتير بتوفر علينا وكتير بتوفر من الأخطاء يلي عم بتصير كمان، بس الأصول يكون عنا تيكون عنا مكننة، خلي يكون عنا ذات تنظيفة كمان ومحدثة. أهلا وسهلا فيك. بأخذ اتصال آخر. ألو. ألو بونجور. بونجور. كيفك مدام ربيكا؟ نشكر الله، تفضلي. بالنسبة للضرائب واللي عم يحكوا عليها وتخفيض رواتب الموظفين والإدارات العامة، بس بحب أذكرهم أنا إنه اللي أخذين الأملاك البحرية من شمال لجنوب برا وبحرا وهواء مثل ما بيقولوا، إنهم عشرات السنين ما بيدفعوا ضرائب، يا ريت يفرضوا عليهم هن ياخذوا منهم هن الضرائب ويدفعوهم ضرائب على السنوات المتأخرة ويسكروا الدين بكل سهولة ويدفعوا للموظفين وحاشا حدونا. أنا لي 3 سنين ما عم بشتغل ما عم بلاقي شغل والله بيعلم كيف عايشين، فما بس أنا ما عندي شيء بالدولة ولا بس كثير مقهورة على هالعالم على هالشعب على هالناس، وبتمنى إنه ياخذوا هالشيء بعين الاعتبار قبل ما يخفضوا لهم رواتبهم، لأنه كلهم بالأحرى مستثمرين وكلهم عندهم دفعات وكلهم كذا، بكفي ما عم نشتغل كمان بدهم يقعدوا. لأقول لك شغلة، شو بدهم ياخذوا منا يعني؟ المؤسف المؤسف بالبلد، معك حق، المؤسف إنه منعرف وين الهدر ومنعرف كيف عم بيصير الهدر وبنعرف الفساد كيف عم يكبر أكتر يوم أكتر من يوم، ولكن للأسف ما حدا لهلأ كان عنده الجرأة يحط إيده على الفساد من فوق ونزول. نحن منشتف في الدرج مش من تحت، من فوق ونزول. مفروض يلتقى عنا حدا يبلش يحكي بالفساد يلي منتراكم من سنين مش من هلأ. يعني ما بدي أقول لك من 150 سنة من أيام العثمانيين من أيام واصة باشا مبلش الفساد بالمتصرفية ومكمل معه لليوم. أنا بدي أحكي اليوم عارفين مكان من الفساد وعارفين مكان من الهدر، ولكن دايما الاتجاه نحو الأسهل. الأسهل شو هو؟ جيبة المواطن وجيبة الفقير والموظف اللي عم يشتغل. يعني هيدا حرام، لأنه هالناس هيدا اللي عم تشتغل من عرق جبينها ويلي اقتطع من معيشاتها ورواتبها لا آخرتها أو لتقاعدها، اليوم نحن عم نمس إيدنا على عليهم. هيدا حرام، هيدا منه مال هيك إذا مسينا إيدنا عليه وسحبناه. وهو لو تنقول أخذوا هالإجراءات، ولكن رح تنتهي هون. يعني كيف بدنا ناخد إجراءات ما وقفنا الفساد؟ الفساد ما بينتهي بكبسة زر ابدا اطلاقا، ما بينتهي بكبسه زر. من هيك بدها وعي اكثر، بدها جرأة اكثر، بدها مسؤولين يبلشوا بحالهم. نهار اللي انا بسمع مسؤول قدم استقالته لانه فشل بمكان ما، بلش ارتاح بقول بالبلد صار عنا مسؤوليه. نهار اللي ما منشوف مسؤول عم يتحمل مسؤوليه خطأ ما، يعني نحن بعدنا مطرحنا. وبعدين إن شاء الله تلاقي شغل، لأنه أقل شيء المواطن اللبناني يلاقي شغل ببلد، وأقل شيء لأنه بده يعيش بكرامته، ما بده يعيش على يعني ما في حتى عنا برامج تعود على الناس اللي مش عم بتلاقي شغل. يعني ببلاد العالم الناس اللي بتحترم حالها إذا حدا ما عنده شغل بيقدم طلب بقول أنا ما عندي شغل، وإذا ما لاقوا له شغل بيأمنوا له أقله بالشهر شيء حتى يقدر يستمر لكن ما بين لاقى شغل أو لاقوا له شغل. نحن اليوم لهيك ولا هيك، وهيدا الشيء كتير خطر. بياخد اتصال آخر. ألو. ألو. تفضلي. بونجور. بونجور. بس بدي أقول لك شغلة، إنه عم بياخدوا الضرائب على الموظفين الصغار وكذا، بس ما سمعت حدا أبدا قال إنه لازم ياخدوا يوقفوا معاشات النواب السابقين اللي بدلوا عم بياخذوا معاشاتهم، بياخذوا كل شيء الأوفر اللي بياخذوه لكل النواب. مدام هذا الموضوع صار مطروح دقيقة بليز، وبيحكموا عيالهم حتى ولو مات النايب وكذا، لا أبد الأبدين، والمعطل إذا راح المستشفى ما معه شيء بيعملوا ما بيستقبلوا. بقى سوري بلشوا بالنواب السابقين والرؤساء الجمهورية السابقين اتسترى، مع احترامي للكل، بس حرام هيدي يعملوا حسابات وشوفوا شو بيكلف على الضريبة. Thank you very much. مرسي. ما كنت عم قاطعك لقلك ماني معك، بس كنت عم قلك انه
من الأمور اللي عم تنطرح اليوم هي هذه الأمور هذه. يعني نحن لما بيرجع بنشئ بنعاد النظر بكل عن كل زيادة أجور، مفروض ينعاد النظر كمان بالرواتب. يعني ولا مرة بنطلع بالرواتب وين عالية وين مش عالية، وين يعني ما بعرف ليه. هيدي بدها دراسة متكاملة، الطال السابقين يعني ما هيك، مش عشوائية بدها تكون العملية، خليها تكون مدروسة وخليها تكون جدية. والطال وين في مكامن ما خليها طالة، وإلا ما بنقدر نعمل شيء. فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عنا عبر الام تي في وباخد اتصال جديد. الو الو اهلا بونجور. بونجور، كيفك ستنا؟ الحمد لله. ستنا كنا نحط الشيك ما ياخدوا على شيء، هلا صاروا ياخدوا على قبل بلشوا على الدولار، قال بس تعبهم بياخدوا دولار رجعوا على اللبناني. اوكي، هلا من يومين ثلاثه عم حط شيك صار دولار ونص. قلت له يا اخي اعطيني مرسوم، بيقول لك انت حط علي ضريبه، مينك انت؟ طيب هلا ما بقى بدنا نراجع المسؤولين، بدنا نقيلهم، لانه ما لهم عازه لا سمع ولا بصر لا شايفين ولا سمعين، هذا ما له عازه، لازم ينعزل دغري، بديل له. بعدين بليز ست ربك جربي هالنمر اللي بيقولوا راجعوا، ما حدا برد، هول بيطفون وبروحوا، يعني بياكلوا اللي بياكلوه وخلص بيروحوا. هول كمان بدهم شال هالنمر، ولا نمره. جربي حضرتك طلبي شي نمرة، لا قبل الظهر لا بعد الظهر لا بالليل لا بنص الليل لا عوش، ما بس بزدتوا نمر، بزدتوا خبريات، يعني مثل واحد عم ينمر على الثاني زدت له نمرة. هول نمر ما قالوا عازة، يعني حرام عم بعذبوك عم تحطيهم على الشاشة، هول جماعة دجالين. أنا هالمرة عم نطلب بهيك، بعد شوي بنزل على الشارع نقول لهم قيلوا كل المسؤولين. مش بس هيك بدنا نضرب بالبندوره وبغير شيء. لقول لك شيء، يعني الناس لما بتشوف الامور منا هي لصالحها، وفي امور تانية ممكن تتخذ تقدر توقف هدر وتوقف غير جيوبها وغير معيشاتها ورواتبها، اكيد بدها تنتفض، لانه كيف بدها تكمل حياتها بكرامتها؟ ما حدا عم يسرق، الناس ما عم تسرق، الناس عم تشتغل شغلة واثنين وثلاثة، ويلي بيشتغل شغلتين بده يدفع عليهم ضريبة كمان. بس لو كان الوضع منتظم ما كان حدا بيضطر يشتغل شغلتين كمان. في وضع بده إعادة نظر من كل الجهات. أهلا وسهلا فيك، تواصل. على فيسبوك الحل عنا، اولا بدي بلش بطريق مدخل منطقه سر جبال، في صوره كمان، ومنها بندخل على الجاهليه ودار القمر ومناطق اخرى، بشوف صار لها اكثر من كانون الاول هيك مقطوعه، حتى انه طريق كفرحيم بلشت تتصدع وتم تحويل السير منها. وين وزاره الاشغال ونواب المنطقه عن هالكارثه؟ شو ناطرين؟ ننتقل طبعا الى نقل مباشر الى الاستوديو. اوكي، فاذا رح كمل، يعني معناتها خلصت الصوره، بس شفتوها كثير منيح، ما بعرف الناس كيف قادره تكمل بهيك طريق. راغده بتقول لي دخلكم وين في طابع مالي ب 2500 ليره على هيدي الفاتوره؟ بعثت لنا فاتوره نحن عم ندفعها بس ما في طابع، يعني مثل الواحد اوكي اخذ الطابع مثل هيدي الفاتوره عليها طابع 2500 بس ما في طابع عليها. طيب هيدي مين بيراقب هالفوتير هيدي؟ برجع كمان على بفيسبوك، بيوصل لي كمان نحيطكم علما بان صاحب المولد نزيه ابو عجرم شارع مارليس خلف محلات جي اس، رقم تليفونه 0389929، غير ملتزم بتركيب العدادات حتى تاريخه، وقام بالتوقيع عن المشتركين. قمنا بإجراء اتصالات متكررة مع الخط الساخن بوزارة الاقتصاد لهذه الغاية دون أي نتيجة.
يرجى الاهتمام عن أهالي المنطقة المشتركين في هذا المولد، إنه لا صاحب المولد تحت القانون ولا الوزارة عملت واجباتها ودافعت عن هالمشتركين، طبعاً برسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. باخد اتصال جديد. ألو؟ ألو؟ أهلا. مرحبا. مرحبا. معك الياس الشلوعي من درب أشتار. أهلا فيك أستاذ يوسف. يا معلم، في طريق درب أشتار من 3 سنين وسعوا مترين بمترين وعفروها من 3 سنين لليوم، بعدها بتمشي التراكتر والكاميرون ما بيمشي عليها. يعني وسعوها بس ما زفتوها. والله صار درب أشتار زفوا كل ترعات السهل زفتوها، بس الطريق الطايعه ما زفتوها. هي طريق رئيسية. ايه؟ ايه نعم. اهلا وسهلا فيك. على كل حال، يعني اليوم لما بنحكي وزارة الأشغال مسألة إنه بتقلنا ما في موازنة، يعني إجمالا بننطر للربيع حتى تبلش الأشغال تمشي. اليوم ما في موازنة، وكلنا بنعرف اليوم الوزارات المعنية والبلديات واتحادات البلديات كلها مكبلة، يعني ما رح يقدروا يشتغلوا شيء، لأنه مستحقات البلديات اللي بيعول عليها ما رح توصل، وبالوقت ذاته وكأن في طلب إنه اليوم ممنوع الشغل. أكتر شيء في يعني في بلديات أكتر شيء فيها تعملوا إذا قدرت إنها تدفع رواتب الموظفين، خصوصا بعد شمل موظفي البلديات بالسلسلة تبو الرواتب. يعني اليوم المكلف شو قد ما يدفع ما عم بتكمل، ما عم بتكفي رواتب موظفين، فكيف بدها تقوم بمشاريع وطرقات وغيره؟ هيدي الإدارات المحلية، السلطات المحلية، الوزارات ناطرة الموازنة لأنه ممنوع هلا الصرف على 12 وغيره، يعني واصلين على مطرح الكل مكبل لأي متى ما بعرف. صورة اليوم نشوفها سوا. يعني معقولة جالون البنزين بدل الريزرفوار معلقه صاحبنا على هالسيارة وماشي فيه؟ يعني شفتوها بشي بلد بالعالم هي غير بلبنان؟ غريب. بعطيكم موعد التنين المقبل، وبتمنى لكم طبعا فصح مجيد، على أمل نلتقى التنين. وطبعا بعرف هيدي فترة صلوات، إن شاء الله هيك بتنرفع من القلب حتى ربنا يتحنن شوي على هالبلد وعلى هالعالم يلي عم يشهد كتير حروب وكوارث وظلم ومرض. فنحنا إن شاء الله بتعيدوا بخير، وإلى اللقاء.